السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله حمدا ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه، لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال، لبنة التمام ومسك الختام، بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فختم به الرسالة، وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أكرر عن قصد وعمد كل ليلة، والكلمات لها مغزى ولها معنى. لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير وطهر ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول الأعداء بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والسدود والعراقيل بين الأمة وبين هذا الماضي المشرق المنير، حتى لا تستمد الأمة منه نورا يضيء لها الطريق، حتى لا تستلهم الأمة منه دماء زكية طاهرة لتتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وأجيالنا وأولادنا. في الوقت الذي تتغنى فيه كل أمم الأرض
برجالها وتفخر بتاريخها، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرية الأمة خيرية دائمة، لأنها ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية ولا وقتية، إنما هي خيرية مستمدة من إيمان الأمة بربها ونبيها، إنما هي خيرية مستمدة من حمل الأمة لهذه الرسالة الكريمة التي شرفت بتبليغها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد أنجبت أمة التوحيد المباركة على طول تاريخها من لدن المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا رجالا ونساء، سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار. ومن المحال أن نحصر عدد هؤلاء الأطهار لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. أقول دوما: قد يكون من اليسير عليك أن تقتطف زهرة يتيمة في صحراء مقفرة، لكن من العسير عليك أن تختار زهرة جميلة وسط حديقة الجمال، وسط حديقة غناء تضم كل ألوان الزهور وتحوي كل أصناف الشذا وأطياف العبير. قد يكون من اليسير أن نرى جميعا نجمة في أفق السماء تلتمع بالنور والضياء، لكن حتما من العسير أن نحصر عدد نجوم السماء. تعالوا بنا أيها الأفاضل لنعيش الليلة الكريمة مع إمام من أئمة الهدى ومصباح منير من مصابيح الدجى. نعم، إننا الليلة على موعد مع أمين السر النبوي ورفيق الحبيب النبي في جنة الرب العلي. الله الله الله، هنيئا له. من سيكون؟ انتظر، اصبر، لا تتعجل. إننا الليلة على موعد مع أمين السر النبوي ورفيق الحبيب النبي في جنة الرب العلي. إنه الذكي العبقري، إنه العابد التقي، إنه البكاء الخاشع الزكي، إنه السهل السري، إنه السمح السخي، الذي سأل عن الشر فاتقاه وتحرى الخير فاقتناه، الذي سأل عن الشر فاتقاه وتحرى الخير فاقتناه. إنه أعلم الصحابة بالفتن وأبصرهم بالمحن، إنه الخبير بأحوال القلوب، إنه الخبير بأحوال القلوب، إنه البصير بالآفات والعيوب، إنه أمير المدائن، إنه بطل نهاوند، إنه عامل عمر على الكوفة، إنه المشير على عثمان بجمع القرآن بعد قتال أرمينية وأذربيجان، إنه المشير على عثمان بجمع القرآن بعد قتال أرمينية وأذربيجان، إنه أعلم الصحابة بما هو كائن إلى قيام الساعة على مر العصور والأزمان، إنه حذيفة بن اليمان.
رضي الله عن حذيفة. أتصور أن هذه المقدمة تكفي. والله لو تدبرنا كلمات هذه المقدمة لكفت. إننا الليلة بالفعل مع شخصية فذة فريدة، وسامحوني إن كنت أكرر هذه الكلمات كل ليلة، لأنني أمام حديقة غناء كما أكرر. أنا لا أقول كلمات لمجرد إثارة العواطف، لا والله، بل أعي كل لفظة أرددها. ولو وزننا هذه الكلمات لرأينا بالفعل أنها أقل بكثير من قدر ومكانة أصحاب رسول رب الأرض والسماوات. إننا الليلة أمام شخصية نادرة فذة فريدة بكل ما تحمله الكلمات من معاني. وبكل أسف أنا صادق وأنا أقول، ومع ذلك لا يعرف كثير من أفراد أمتنا من شبابنا وأولادنا ونسائنا وبناتنا، لا تعرف الأمة إلا من رحم ربي قدر هذا العملاق ومكانة هذا الإمام ونور هذا المصباح المشرق المنير. تعالوا بنا قبل أن تطاردنا عقارب الساعة كالعادة. حذيفة بن اليمان، من حذيفة؟ والده اليمان. اليمان هو حسيل ابن جابر ابن عمرو العبسي. والد حذيفة اليمان هو حسيل ابن جابر ابن عمرو العبسي. قتل رجلا في قومه، قتل رجلا في قومه قبل الإسلام، فهرب إلى المدينة النبوية إلى يثرب، وتحالف مع بني عبد الأشهل، وتحالف مع بني عبد الأشهل. وبنو عبد الأشهل قوم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهم جميعا. تحالف اليمان حسيل بن جابر والد حذيفة رضي الله عنه مع بني عبد الأشهل، فلقبه قومه باليمان لتحالفه مع اليمانية وهم الأنصار. فلقبه قومه باليمان لتحالفه مع اليمانية وهم الأنصار. ذكر هذا التحقيق والتأريخ من باب بركة العلم أن ننسبه لأهله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في موسوعته الماتعة القيمة في المجلد الثاني، وهو يتكلم عن حذيفة رضي الله عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. اسمحوا لي أن أكرر هذا التأصيل لأنه بمثابة المفتاح لشخصية حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. أقول حذيفة بن اليمان، اليمان هو حسيل ابن جابر ابن عمرو العبسي. هذا الرجل قتل رجلا في قومه، فلما خاف على نفسه من القتل هرب إلى المدينة. انظروا إلى تقدير الله جل وعلا، هرب إلى المدينة وتحالف مع بني عبد الأشهل. فلما أسلم بنو عبد الأشهل أسلم حسين وأسلم كل بيته. أتذكرون كلمة سعد بن معاذ حين عاد إلى قومه ليقول لهم كيف تعلمون رأيي فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وأعظمنا رأيا وأيمننا نقيبة. فقال سعد فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمسى رجل ولا امرأة، رجل ولا امرأة في ديار بني عبد الأشهل إلا وهم يشهدون جميعا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم رحل حسين رضي الله عنه مع ولده حذيفة وولده صفوان من يثرب إلى مكة شرفها الله، وهنالك مدت الأسرة الكريمة المباركة الأيدي لتبايع وتصافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عاد حذيفة مع أهله
إلى المدينة لأنه اختار أن يكون أنصاريا، اختار أن يكون أنصاريا ولم يرد أن يكون مهاجرا، وقد خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك، فقال حذيفة أنا أنصاري يا رسول الله. اعتز هذا الشاب المبارك بهؤلاء الأطهار الذين حالفوا والده وكرموه غاية التكريم. وعاد حذيفة إلى المدينة وانتظر اليوم الذي ستضيء فيه المدينة كلها بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر رسول الله أسرع إليه حذيفة ولازمه ملازمة عجيبة. انتبه معي، تعلق النبي بحذيفة، لا إله إلا الله، تعلق النبي بحذيفة وأحبه صلى الله عليه وسلم حبا جما لما رآه في حذيفة من صفات فريدة، من صفات فريدة وخصائص متميزة لما رآه فيه من إيمان صادق وبديهة حاضرة وبصيرة نافذة وذكاء حاد جدا ملفت لجميع الأنظار وأمانة نادرة وكتمان لا يقوى عليه إلا الرجال الراسخون كأمثال الجبال. صفات غريبة، ولما رآه فيه النبي من عقل رشيد وقلب حافظ واع سديد. إن شئت فقل كأن الله جل وعلا أراد بهذه الصفات والخصال أن يهيئ حذيفة بن اليمان لأمر جلل، لباب فريد من أبواب العلم لم ينبغ فيه أحد مثل ما نبغ فيه حذيفة بن اليمان. إنه باب الفتن، إنه باب الفتن، نعم باب خطير. إننا أمام شخصية عجيبة، أنا يكاد عقلي أن يطيش أمام هذا الفهم الراقي، أمام هذا الوعي العميق، أمام هذا الفهم الدقيق. شخصية عجيبة، كل الناس في كل زمان ومكان لا يسألون إلا عن الخير، أما حذيفة لا يسأل إلا عن الشر. أمر عجب، لأن الخير واضح، لأن الخير بين لأصحاب الفطر السليمة والعقول الذكية، لا يغيب عنهم الخير. أما الباطل، أما الشر، فمتلون، نعم يتلون بتلون الأزمنة والأمكنة، قد يغيب على كثير من الناس، بل قد ينطلي على أكثر الناس، ولم لا، أنا أعي ما أقول، على أكثر الناس ولم لا. وربنا جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وربنا جل وعلا يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وربنا جل وعلا يقول وما آمن معه إلا قليل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. فالكثرة الكاثرة على باطل وعلى ضلال بنص كلام الكبير المتعال. فجاء هذا العبقري الفذ ليضع منهجا فريدا وأسلوبا جديدا، فالناس كل الناس حتى من أصحاب سيد الناس يسألون عن الخير، إلا حذيفة متخصص في السؤال عن الشر وفي معرفة الأشرار وفي السؤال عن الفتن ومواطن الفتن وكيفية الفتن، بل وكيفية النجاة من الفتن. أمر عجب، يا إلهي سبحان من خلق حذيفة وأودع فيه هذا العقل وهذا القلب العجيبين. نعم اسمع، يقول حذيفة رضي الله عنه والله، والحديث رواه مسلم وغيره، والله والله إني لأعلم الناس بالفتن، والله إني لأعلم الناس بالفتن،
والله إني لأعلم الناس بالفتن. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال حذيفة أخبرني رسول الله، عرفت السر جاي منين؟ أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة إلى أن تقوم الساعة. يا إلهي، بالله قف عند هذه وتدبرها، أكررها عليك. يقول حذيفة والحديث في صحيح مسلم أخبرني رسول الله، ده خصوصية عجيبة، حضرتك عايش معايا بقلبك وكيانك الليلة ولا لا؟ يقول أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن، يعني بما سيحدث وبما سيقع في الكون كله، بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. إيه ده؟ الرسول أخبره بكل ما سيقع في الكون إلى أن تقوم الساعة؟ أيوة، كأنك عاوز تقول لنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما سيقع في الكون إلى أن تقوم الساعة؟ أيوة، عاوز أقول لكم كده بالراحة يا شيخ محمد علينا، قول تاني عشان نستوعب بس بتقول إيه. عاوز أقول لك بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم كل ما سيقع في الكون في زمننا وفي أزمان تأتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة. لا، كلام كبير قوي. تم تسمع كده كلام حذيفة رضي الله عنه بيقول إيه، والحديث في الصحيحين يقول خطبنا، الله أكبر، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. الله، نسمع الرواية تاني. قال حذيفة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. هذه الخطبة هي المذكورة في صحيح مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه، حديث في غاية الجمال والجلال. يقول أبو زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. خلي بالك، والله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. الله أكبر، ظل الحبيب واقفا على المنبر من بعد صلاة الصبح الفجر إلى أذان الظهر يخطب، يكلم الصحابة، يعلم، يبين. يقول حتى حضرت الظهر فنزل صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا صلى الله عليه وسلم بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. الله، حضرتك سمعت الرواية دي قبل كده؟ ممكن تكون سمعتها مني في أحداث النهاية. طب اسمع مني تاني الحديث ده، اسمع الحديث ده مرة تاني عشان تعرف. اوعى تقول ده فيه تعارض بين الكلام اللي انت بتقوله بين القرآن. فين التعارض؟ الله مش ده غيب؟ والغيب لا يعلمه إلا الله. نعم، لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم أحد من خلق الله إلا ما شاء الله له أن يعلمه بالقدر الذي أراده ربنا جل وعلا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا، ما تخلي بالك من القرآن، إلا من ارتضى من رسول. قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله جل وعلا، ما نطق به إلا بعدما علمه إياه ربه ومولاه. نعم، لا تعارض، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. اسمع الرواية تاني، يقول أبو زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بنا الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان. تصور بقى التاريخ الماضي، تاريخ الأمم الماضية، فأخبرنا بما كان وما هو كائن وما سيقع بعده النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث، فأعلمنا أحفظنا. فكان حذيفة أعلمهم بهذا الباب: والله إني لأعلم الناس بالفتن. هذا فضل الله جل وعلا على حذيفة. ولذلك ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنتم تعلمون من هو عمر، سأل الصحابة يوما عن الفتن، بيقول لهم إيه؟ قال: من منكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة بن اليمان: أنا يا أمير المؤمنين أحفظه كما قاله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: لله أبوك، هاتي، أي هات ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لله أبوك. فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: لا، لست عن هذه أسأل، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. سلم يا رب سلم. إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، وما شأنك بها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقة. الله أكبر، إن بينك وبينها بابا مغلقة. فقال عمر الفقيه: أيفتح الباب وأم يكسر يا حذيفة؟ قال: بل يكسر. فقال عمر: هذا حري ألا يغلق. الله الله الله، هذا حري ألا يغلق. الله على الفقه والفهم العالي. فسألوا حذيفة: أكان يعرف الباب؟ يعني أكان عمر بن الخطاب يعرف باب الفتنة، يعرف الباب المغلق على الفتن؟ فإذا انكسر هذا الباب خرجت الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال حذيفة: نعم نعم، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني أنا لا أحدثه إلا كلاما صادقا عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال الصحابة: فهبنا أن نسأل حذيفة عن الباب. فأرسلنا إليه مسروق بن الأجدع، ومسروق بن الأجدع من أتباع التابعين، وكان من أقرب المقربين لحذيفة بن اليمان ولعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، ورحم الله مسروقا. يقول: فأرسلنا إليه مسروق بن الأجدع فسألنا حذيفة عن الباب، فقال حذيفة: إنه عمر بن الخطاب، هذا هو الباب المغلق على الفتن، فإن قتل عمر وقد كان انتشرت الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما دام عمر موجودا بفضل الله جل وعلا فقد أمن الله الأمة من الفتن. يا إلهي يا إلهي، شخصية عجيبة هي الأخرى، غلق الفتنة أو قفل الفتنة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن انظر إلى فهم حذيفة وفقه حذيفة وحفظ حذيفة. اسمع مني هذا الحوار البديع، لأنني يعني أحمل في جعبة الليلة الكثيرة الكثيرة عن حذيفة رضي الله عنه، وأسأل الله أن يبارك لنا في الوقت لأفيد أمتي الحبيبة
بأكبر قدر ممكن من هذا الحق الأبلج ومن هذا النور المشرق عن هذه الشخصية الفذة الفريدة، لا سيما وهو يعالج الليلة معنا موضوعا من أخطر الموضوعات التي أرى من الواجب على كل العلماء والدعاء ألا يملوا طرحها وتكرارها وألا يسأموا التحذير منها والتنبيه عليها، ألا وهي الفتن. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك مولاه. اسمع إلى هذا الحوار البديع بين حذيفة، بين أمين السر النبوي وبين المعلم الحبيب النبي، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة، يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر، ليه يا حذيفة؟ قال: مخافة أن يدركني. شايف الفقه؟ مخافة أن يدركني. الخير واضح، الخير بين جلي كالشمس في رائعة النهار، إنما الشر ملتوي ملون خادع، قد يلتبس على كثير من الفضلاء، من الفضلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد يصاب القلب بشبهة من الشبهات قد تدمر صاحبها فيكفر بها أو يفسق بها أو يبدع بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد يموت على ضلال وهو لا يدري. فيقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الإسلام، بهذا النور، بنور التوحيد والإيمان، فجاءنا الله بهذا الخير. اسمع، خلي بال حضرتك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال الحبيب: نعم. الله أكبر، ده كلام خطير يا إخواني، والله العظيم في غاية الخطر. خلي بال حضرتك من هذا الحديث، لأنه يعالج أو يصف واقعا نعيشه ونحياه الآن. قال حذيفة: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: قلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. خلي بالك من الدخن، لأنك عايش في هذا الدخن، والله العظيم نحن نعيش الآن في هذا الدخن. قال: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. ما تخلي بالك، ايه اللي بيطرى عليك في الفضائيات؟ لمن تسمع؟ أجب على هذا السؤال بوضوح، لمن تسمع؟ تسمع من؟ المناهج كثيرة والكلمات كثيرة، لكن ما هو الحق؟ وأين الحق الذي يوافق الحق بدليله من كتاب الله وسنة رسول الله؟ قال الإمام ابن عبد البر: كان السلف لا يتلقون العلم من أحد ممن ينسب إلى العلم إلا إذا نظروا إلى سمته وعبادته، إلا إذا نظروا إلى سمته وعبادته. السمت، هل هو سمت المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ العبادة، هل هو ملتزم بالعبادة؟ هل يحافظ على الصلوات؟ هل يحافظ على القرآن؟ على الصيام؟ على الحج؟ على الذكر؟ على العبادة؟ نعم، لابد أن تتحرى، لأن الأمر دين. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون، يهدون، يدلون. قال ابن القيم: العلماء صنفان، العلماء صنفان، علماء السوء، علماء السوء جلسوا على
يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعون الناس إلى النار بأفعالهم، فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا، قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا. يا رب نجنا يا رب، اللهم اجعلنا من الصادقين وعلماء الهدى وعلماء الحق والعلماء الربانيون والدعاة الصادقون الذين جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم وسمتهم وهديهم ودلهم وأحوالهم. جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. نعم، قال وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تسمع كلاما يوافق الحق وتسمع كلاما لا يمكن أبدا أن يوافق الحق بحال من الأحوال، بل هو الباطل والضلال. تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: فقلت يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخن من شر؟ قال نعم، قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. سلم سلم يا رب، دعاء لكن مش على أبواب الجنة، على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة الواعي، قال حذيفة البصير: صفهم لنا يا رسول الله، يعني صف لنا هؤلاء الدعاة لنحذرهم ولنحذر الأمة منهم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الله أكبر، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية الإمام مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. لا إله إلا الله، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. إنسي أمامك يحمل قلب شيطان بشهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني ليسوا من الشرق ولا من الغرب، بل هم منا، يلبسون ملابسنا ويتسمون بأسمائنا ويتزيون بأزيائنا. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلوبهم قلوب الشياطين في أجساد إنسية بشرية، كما قال سيد البرية صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة العاقل، فقال حذيفة اللبيب: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ نعمل إيه في الزمن ده؟ نعمل إيه في الوقت ده؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ده بقت جماعات وبقت أحزاب وبقت فرق وبقت دول، بل الدولة بقت دول والدويلة بقت دويلات، ومزقت الأمة، وأصبح كل أهل حزب بما لديهم فرحون، وأصبح أهل كل فريق بما عندهم يتعصبون، وكأنهم على الحق وما عداهم على الباطل، والجماعة الوحيدة التي يجب على الأمة كلها أن تنتسب إليها وأن تنتمي إليها هي جماعة المسلمين. هو سماكم المسلمين، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أعمل إيه؟ الله أكبر. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لله ضرك يا حذيفة، لله ضرك يا حذيفة، لله ضرك أيها المتخصص في أمراض القلوب وأحوالها، لله ضرك أيها البصير بالفتن وأهوالها.
نعم، لا تسمع من حذيفة إلا ما يداوي به أمراض القلوب، وإلا ما يحذر منه أن يفتن به القلب من حيث لا يدري صاحبه. من أعجب ما سمعت من حذيفة وهو ينقل عن أستاذه ومعلمه المصطفى صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم. يقول حذيفة بن اليمان: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، أو سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. يا للعجب، تخصص، فضل وتوفيق له من الله. ماذا سمعت يا حذيفة يا أمين السر ويا أعلم الناس بالفتن؟ قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. رأى ذلك، رأى حذيفة ذلك وهو ينتظر الأمر الآخر. ما هو؟ قال: وحدثنا صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة. عن رفع الأمانة. فقال عليه الصلاة والسلام: ينام الرجل النوم ليلة ليلة، ينام أمينا فيصبح خائنا، ينام ساعة في وقت من وقت النهار فيستيقظ خائنا، ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، والوقت هو السواد اليسير، يعني تقبض الأمانة من القلب وتترك الأمانة أثرا لخروجها يتمثل في نقطة سواد يسيرة على الجلد، فيظل أثرها مثل الوقت. ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. إيه الكلام العالي ده؟ وإيه الكلام الغالي ده؟ قال: ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل هو تشقق وشدة الجلد من أثر العمل، حين يعمل الفلاح بالفأس أو يعمل الحداد أو يعمل أي عامل من عمالنا، فيظهر في كفه جلد منتفخ انضغط عليه، انضغط فهو منتفخ منتبر كأنه مملوء ولكنه فارغ، يسيل منه قليل من الماء ثم يعود الجلد إلى موطنه الأصلي. نعم، هذا هو المجل. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، يعني قد ينتفخ الموضع انتفاخا يسيرا فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط انتفخ فتراه منتبرا. وأخذ النبي حصا فدحرجه على رجله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فيصبح الناس يتبايعون، يتبايعون أي يبيعون ويشترون، فما يكاد منهم أحد يؤدي الأمانة. فيصبح الناس يتبايعون فما يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. يا الله، إن في بني فلان رجلا أمينا. أولا تسمع الآن هذه القولة؟ إن في المكان الفلاني تاجرا أمينا، إن في القرية الفلانية رجلا أمينا، إن في أهل العلم
عالما أمينة، فيصبح الناس يتبايعون، وإن كان المراد البيع والشراء لكنها عامة، فيصبح الناس يتبايعون، فما يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينة. يقول حذيفة: وإني كنت لا أبالي من بايعت، أي مع من تعاملت، فإن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، أما اليوم فما كنت لأبايع أي لأعامل إلا فلانا وفلانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في عهد حذيفة، فماذا أقول في عهدنا لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، في زمن قدم فيه الرويبضات، قدم فيه التافهون، قدم فيه الفاسقون بنص الحديث كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه، وفي لفظ الرجل الفاسق، وفي لفظ الرجل الفويسق. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. قال حذيفة: فيقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، شايف النفخ، ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إيه ده؟ ده بيتكلم عن الواقع اللي احنا عايشينه ولا إيه؟ ها، فيقال للرجل: ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. لأن الموازين اختلت، لأن الموازين اضطربت، فأصبح الناس يرفعون بموازين مختلة وليس بميزان التقوى، كما قال ربنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. حذيفة بن اليمان متخصص في هذا الباب. نعم، اسمع منه المزيد، فهو معلمنا الليلة في باب من أخطر الأبواب. يقول حذيفة: القلوب أربعة، القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. أكرر هذا الكلام البديع: القلوب أربعة. ابحث عن قلبك الليلة، وابحثي يا أختاه عن قلبك الليلة. القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر. أجرد أي تجرد من الشرك والشك والحقد والغل والدغل والشهوات والشبهات والكذب والضلال والبهتان والخيانة ونقض العهود والكذب في الوعود. قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف غلف في أغلفة الكفر والنفاق الأكبر، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس مألوب عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي. عرفت الحق فاتبعه، أبصرت الهدى فسر على دربه. عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق. فهو يستمع الآن إلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وبعد انتهاء الحلقة سأبحث عن فضائية أخرى ليقضي ساعة أخرى مع أغنية هابطة أو مسلسل ساقط
أو ربما يتسلل إلى موقع إباحي داعر، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. صاحب هذا القلب على خطر عظيم، يخشى أن يختم له بسوء الخاتمة، لأن هذا هو روغان الثعالب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر أي ثم استقاموا على طاعة الله فلم يروغوا روغان الثعالب. فاستقم حبيبي في الله، واستقم ولد الحبيب، ولا ترغ روغان الثعالب، لأنك لا تدري في أي لحظة سيأتيك ملك الموت وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند يصح موقوفا على حذيفة ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومدار تضعيفهم على الليث بن أبي سليم وهو متكلم فيه، وإن كان الإمام أحمد لا يرد حديثه، إلا أن في الحديث علة أخرى ألا وهي علة الانقطاع. فهذا يصح من كلام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، كلام بديع لو تدبرته ووعيته لعلمته أن الرجل حقا متخصص في باب متفرد من أبواب العلم، وهو القائل كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب. يا الله، خلي بالك من كلام حذيفة المنقول عن الصادق: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يا رب اجعلنا جميعا من أصحاب هذه القلوب الناصعة المشرقة البيضاء التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض. تعرض الفتن على القلوب، احذر، لأنك إن أغلقت مصدر الفتنة ستتوالى على عينيك صور الفتنة، حتى وإن أغمضت عينيك وإن صممت أذنيك ستتوالى على أذنيك كلمات الفتنة وإن صممت أذنيك، لأن الفتنة لم تعرض على بصرك وسمعك فحسب، وإنما عرضت على القلب، طبعت في القلب الصور، ونسخت على صفحة القلب هذه الكلمات الخبيثة من كلمات الفتنة. نعم الأمر خطير، والله العظيم الأمر خطير، ويزداد الأمر خطرا إذا علمنا أن الفتنة بشطريها أو بنوعيها، بفتن الشهوات والشبهات، لا أعرف زمانا استشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كهذا الزمان، كزمن الإنترنت والفضائيات. نعم أيها الأحبة، فتن كقطع الليل المظلم، كما قال الصادق في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع الدين من أجل دنيا زائلة، من أجل مال زائل، أو من أجل كرسي أو منصب سيفنى، إذ لو استقر الكرسي لغيره ما وصل إليه أبدا، ومع ذلك فلا يتورع أن يضحي بدينه من أجل دنيا حقيرة، ومن أجل منصب فان أو كرسي زائل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الصادق كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة
فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه أي هذه أكبر من كل الفتن السابقة. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الله أكبر. روى البخاري ومسلم من حديث أم سلمة أنه روى مسلم من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما عندها فزعا وهو يقول ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الخزائن، ما أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فتن كقطع الليل المظلم، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، حذيفة بن اليمان، ربما يتوهم كثير من إخواننا وأولادنا أنه متخصص في هذا الباب فحسب، فإن دعا داعي الجهاد نكص على عقبيه. لا، بل هو فارس الأحزاب ورجل المهام الصعاب. وأقول سريعا سريعا لأن عقارب الساعة تطاردني، أقول حذيفة هو فارس الأحزاب ورجل المهام الصعاب، أو بلغة العصر صاحب المهمة الكبيرة خلف خطوط العدو. تدبر، الأحزاب يحاصرون المدينة، يحاصرون الخندق من خارجه، طال الحصار واشتد الأمر على النبي المختار وأصحابه، فالأحزاب يحاصرون المدينة ويهود بني قريظة نقضوا العهد في قلب المدينة وقد ترك النبي معهم النساء والصبيان، أمر جلل. حتى قال المنافقون مقالتهم الخبيثة يعرفون محمد كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يخرج ليقضي حاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما الموحدون المؤمنون الصادقون لما رأوا جموع الكفر تحاصر المدينة من كل ناحية قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. وفي ليلة شديدة السواد، حالكة الظلام، شديدة القر أي البرد، وكل من سافر منكم إلى أرض مكة أو المدينة يعلم ما أقول، يعرف حرارة هذه البيئة ويعرف برد هذه البيئة، برد قارس يذيب الحديد، وحر شديد يصهر الجبال. في ليلة من هذه الليالي الحالكة السواد الشديدة الظلام الشديدة البرد، الريح تزمجر وتصفر وتعصف، والظلام حالك، لا كهرباء ولا أضواء ولا أنوار، والمشركون يحاصرون المدينة من كل ناحية، والنبي واقف يصلي. الله، واقف يصلي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يتعرف على ما يجري داخل معسكر المشركين. يا الله، أراد النبي أن يتعرف على قلب المعسكر المشرك من داخله. فقال، والرواية في صحيح مسلم وفي مسند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: من ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ سيدنا حذيفة راوي الحديث جالس، فرجل يقول:
لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه ولبلوت، يعني بلاء حسنة. فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب والريح شديدة القر، أي البرد، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ يقول حذيفة: فسكتنا ولم يجبه منا أحد. الله. في رواية الإمام أحمد: قام شاب من شباب الكوفة فقال لحذيفة رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله وصحبتموه؟ رأيتم رسول الله وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. فقال هذا الفتى المبارك: إن شاء الله. قال: والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. الله الله، والله كلام جميل، والله كلام جميل. والله لو أدركنا، وأنا أقسم بالله على ذلك، والله لو أدركنا رسول الله ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. بس خلي بالك، أوعى تتوهم أنك تحب رسول الله أكثر من الصحابة. لا 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 أبدا. أوعى واحد في الأمة يتوهم هذا. والله لو أنفقنا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ واحد منا مد أحدهم ولا نصيفة، فهم خير الناس بشهادة سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. لكنها مشاعر فياضة رقراقة جياشة جميلة، تعبر عن الحب الصادق الذي ملأ قلوب هؤلاء الأطهار الأخيار للنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله ليلة الأحزاب والريح شديدة القر، أي شديدة البرد، ورسول الله يقول: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ خلي بالك من الصفقة دي، دي صفقة نبوية صادقة يعني لا تصورها عقل. هذا الرجل الذي سيقوم سيكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وفي رواية أحمد: فيكون رفيقي في الجنة. محدش قام. عاوز حضرتك بقى تتخيل حجم المخاطرة. الليلة شديدة الظلام، البرد شديد، أما تتصور الريح والأعاصير وهي بتصفر وتزمجر، والمهمة في غاية الخطر، لا يمكن أبدا أن يفكر صاحبها في العودة، سيتسلل إلى صفوف العدو، لا يفكر صاحب هذه المهمة في العودة. فقال النبي مرة: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال حذيفة: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقام النبي في المرة الثانية: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال النبي في المرة الثالثة: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. الله أكبر، تكليف، تكليف، لا بد مما لا بد منه بد. إذ دعاني وسماني رسول الله باسمي، قال: فقمت. قم يا حذيفة، تكليف من الله، من رسول الله لأمين السر النبوي، تكليف من رسول الله لأمين السر النبوي، قم يا حذيفة. قال: فقمت. اسمع بقى، اسمع وخلي بالك، اسمع وخلي بالك، وخلي عندك يقين في الله جل جلاله. ها، الريح شديدة، هو حذيفة يقول: والريح شديدة القر، شديدة البرد، برد قارس جدا، وسواد وظلام ومخاطرة مرعبة ومرعدة ومزعجة ومفزعة. ومع ذلك فقام حذيفة ممتثلا أمر حبيبه صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: يا حذيفة، قم فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. ده تكليف تاني جديد،
ولا تذعرهم علي، يعني لا تلفت نظر أحد إلى وجودك بينهم، انظر بعينك واسمع بأذنك وانقل إلي من قلب المعسكر ماذا يجري ويحدث، ولا تزعرهم علي أن يشترط عليه أن يعود. يقول: فلما خرجت من عنده صلى الله عليه وسلم جعلت أمشي كأنما أمشي في حمام. لا، مش فاهمين دي. كأنما أمشي في حمام يعني لا أشعر ببرد ولا أشعر بريح ولا أشعر بأي خوف ولا بأي ألم. الحمام مكان يذهب إليه أحدهم ليستجم وليستريح وليتطهر وليسعد، يعني هو كأنه في نزهة، كأنه في فسحة، كأنه في وقت يجدد فيه كل ما يحتاج إليه من متعة وراحة ودعة. يقول: فخرجت من عنده فجعلت كأنما أمشي في حمام. الله أكبر، هذه المعية الخاصة، معية النصر والحفظ والمدد والتأييد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معية الحفظ، معية النصر، معية المدد، معية التوفيق، معية التأييد. نعم، ما أحوجنا إليها الآن، لا يمكن أن تحصلها إلا ببركة السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله، والله الذي لا إله غيره. قد يمرض الإنسان مرضا لا يستطيع أن يقوم فيه من فراشه، لكنه إن صدق الله وقام لخطبة جمعة أو لمجلس علم أو لحلقة أو لمحاضرة أو لزيارة مريض أو لعمل من أعمال الخير يجد عنده من القوة ومن القدرة ما يتعجب له، فإن أدى المهمة صادقا لله جل وعلا ثم عاد إلى بيته أو إلى فراشه عاد إليه مرضه وعاد إليه ألمه وعاد إليه وجعه. فإن كنت في أمر لله فاعلم بأنك في المعية، وهي معية الحفظ والنصر والمدد والعون والتأييد. يقول حذيفة: حتى دخلت المعسكر، دخل إلى جيش الشرك. الله أكبر. يقول: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني مولع نار وجالس بيتدفى، يعني الجو برد جدا. أبو سفيان هو قائد الجيش. يقول: فوضعت سيفا في قوسي وأردت أن أرميه، ولو رميته لأصبته، لكني تذكرت قول رسول الله: ولا تذعرهم علي. خلاص، يؤدي الرسالة والمهمة كما كلف بها صلى الله عليه وسلم، ما فيش اجتهاد، لا خلاص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص، أنت تنفذ الأمر وخلاص. يقول في رواية الإمام أحمد زيادة جميلة كذا، وإن كان في سند الرواية ضعف من باب الأمانة، لذلك أنا أركز على رواية الإمام مسلم. قال أبو سفيان القائد المحنك الداهية، الجو شديد الظلام وشديد البرد، وخشي أبو سفيان أن يتسلل إلى معسكره رجل من المسلمين، فقال أبو سفيان في مفاجأة مباغتة: فلينظر كل امرئ منكم من جليسه، فلينظر كل امرئ منكم من جليسه. قال حذيفة العبقري: فأمسكت بيدي الرجل الذي يجلس الجدار، قلت: من أنت؟ قال: فلان المفلان. خلاص، انتهت المشكلة، وخرج من هذا المأزق وهذا الموقف الحرج البالغ الحرج، وعاد حذيفة رضي الله عنه كأنما يقول: كأنما أمشي في حمام. لسه هو في المهمة النبوية، كأنما أمشي في حمام. يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فلما فرغ أخبرته بما سمعت من أبي سفيان وبما رأيت، رأى الريح تقتلع الخيامة وقد أمرهم أبو سفيان أن يرحلوا. قال: فلما أخبرت رسول الله وفرغت شعرت بالبرد. لا إله إلا الله، شعرت بالبرد. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي عباءة كان يصلي فيها، كانت عليه بأبي هو وأمي، وضع النبي عباءته التي كانت عليه يصلي فيها على حذيفة بن اليمان. قال: فنمت حتى أصبحت، فإذ بصوت رسول الله يقول لي: قم يا نومان، قم يا نومان.
بأبي هو وأمي وروحي، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم أيها الأفاضل، وفي غزوة بدر يقول حذيفة كما في صحيح مسلم، وسامحوني على سرعة الإلقاء في هذه الدقائق المعدودات، قال: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أننا خرجنا فأخذنا المشركون وقالوا: تريدون محمدا؟ قلنا: لا، لا نريد إلا المدينة. قال: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت إلى النبي فأخبرته، فقال النبي له ولأبي: انصرفا، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. وددت ألا وقفت مع هذا وقفة متأنية، لكن الوقت لا يتسع، وإنما أود فقط أن تسمع الدنيا لتتعلم من الوفي الذي علم الدنيا كلها حقيقة الوفاء. انصرفا، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفي غزوة أحد يقتل والد حذيفة خطأ على أيدي بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويستعلي حذيفة بإيمانه ويقينه ويقول: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، بل ورفض أن يقبل الدية التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعها له في أبيه، رفض حذيفة وجعلها في فقراء المسلمين. نعم أيها الأفاضل، وفي عهد عمر يرسله عمر إلى الكوفة، بل ويجعله أميرا للمدائن، بل وفي معركة نهاوند حين اجتمع الفرس في جيش جرار يزيد على 150,000، وقام الفاروق عمر يختار قائد جيشه المسلم الذي لم يبلغ 30,000، اختار النعمان بن مقرن رضي الله عنه، ثم قال أمير المؤمنين عمر: فإن قتل النعمان فحذيفة بن اليمان. فقتل النعمان رضي الله عنه، وقبل أن يسقط اللواء في نهاوند انقض حذيفة بن اليمان. ذلكم العالم بالفتن، العالم بضروب الميدان في ساحة القتال وفي ميدان البطولة والشرف، ينقض على اللواء قبل أن يسقط على الأرض، ويصرخ بأعلى صوته وينادي على أصحاب النبي بكلمات جميلة: يا أصحاب النبي، لقد تهيأت لكم جنان الله فلا تتأخروا عنها، يا أبطال بدر، يا أبطال أحد، يا أبطال الخندق. وظل ينادي في الصحابة رضي الله عنهم حتى رفع هممهم وأعلى عزيمتهم وزاد شوقهم للشهادة في سبيل الله، وحقق الله جل وعلا نصرا عزيزا كريما على الفرس بفضل الله، ثم بفضل هذا البطل الكريم على يد حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. وتمضي الأيام وينام حذيفة على فراش الموت، ويتمتم بكلماته الجميلة: مرحبا 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 بالموت، جاء على شوق، لا أفلح من ندم. وتخرج روحه إلى جنات ونهر برفقة الحبيب المصطفى كما وعده صلى الله عليه وآله وسلم. رضي الله عن حذيفة، وصلى الله وسلم وبارك على أستاذه ومعلمه، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.